بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني طبعا أنا أمد يدي لكل المشايخ وأصحاب المنابر أن نضع أيدينا بأيدي بعض، نبين للناس أن الخلل في الأمة هو الذنوب، أن نبين للأمة أن الخلل فيها هو ذنوبها، عشان هيك الله يعاقب هذه الأمة بذنوبها، وكل شيء سلطه الله علينا هو بسبب الذنوب. وأن ننتهي إن شاء الله، ننتهي من الكلام عن إننا تحت البلاء. نحن لسنا أمة تحت البلاء. الأمة التي تحت البلاء ما بتكون مرابية، ولا بتكون غرقاني في الإباحيات، ولا غرقاني في حب الظهور والأنا والرياء والشرك الخفي. نعم، مش قاطعة لرحمها، مش مرابية، مش غيبة ونميمة وسب وشتم وقذف وكل هذا. الأمة التي تحت البلاء هي أمة قد عرفت الله، مراقبة لله، متقية لله. نحن بعيدين كل البعد عن هذا الحال. فأنا مد يدي طبعا لكل أصحاب المنابر، وأنا في معنا الشيخ إن شاء الله عبد الستار الشامي انضم إلينا وبدأ يتكلم عن الاستغفار، كمان يتكلم عن الاستغفار. بدأ أوضح بعض الأمور التي قد تلتبس على بعض المشايخ من كلامي، لأني دائما أتكلم 4 مرات سورة البقرة والاستغفار 30,000 مرة. هل هذا هو الدين عندي؟ لا، هذا هو التوحيد الذي بإذن الله تعالى، كما الرسول عليه السلام علم أصحابه التوحيد 13 عام، فسورة البقرة ستربيك. هذا اللي بدي إياه تفهمه، بعد ما تربيك سورة البقرة وتعيدك إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وتعرف الله، وبالاستغفار بعد أن تزيل هذا الساتر من الذنوب الذي بينك وبين الله، ويبدأ الله يستجيب لك، أبحر في دين الله. اقرأ الكتاب، اقرأ الكتاب، احفظ كتاب الله، حوقل، اعمل ما تشاء، لكن عليك أن تعرف الخالق الآمر. أنت تعرف أوامر الله، أنت تعرف أوامر الله، أنت لا تعرف الآمر. الآمر عندما تعرفه سيستجيب لك، سيكون سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. ولئن سألته ليعطينك، ولئن استعدته ليعيدنك. وأنت ستكون مراقب لله، تخشى الله. ليش؟ سورة البقرة والاستغفار فيهما وجدنا ضالتنا. نحن نقرأ، أنا قلت في الماضي كنت أقرأ أكثر من 10 ساعات في كتاب الله، أكثر من 10 ساعات كل القرآن، مش فقط سورة البقرة. سورة البقرة 4 مرات، لربما يعني هي كانت مدي، أنا قلت مدي لربما كان عندي 1.5 شهر فقط، و3 مرات كان 1.5 شهر من باب الصدفة، يعني مش من باب انه يعني وحي نزل علي وقال لي اعمل كذا. ومرتين كان 1.5 سنة تقريبا، كان معي وقت، انا جالس في متجري وجالس ووقتي معي، ومن باب الصدفة فوجدت انه كل السقطات التي عانيت منها عمر طويل، والتي يعاقبني الله عليها ويمنعني من رزقي ومن صحتي ومن تيسير اموري في تجارتي، شلحتها هكذا، طارت، ما تركنا من عبادة أن نعملها، ما زبطت. نشوف الشيخ عبد الستار الشامي، هو إن شاء الله نحن، أنا أمد يدي لكل أصحاب المنابر، كل مشايخ، نعمل معا لهذه الأمة. الموضوع يا جماعة أن سورة البقرة فيها العجب، والاستغفار هو في وعود كثيرة في آيات حسية. الموضوع مش تعداد أوراد. الآن علينا أن نوحد الله، ونعرف كيف نوحد الله، ونشلح السقطات اللي مش عارفين نتركها، لا أنت ولا أنا، سنين جرتنا هذه السقطات. نعم، الإصرار على هذه السقطات ما عرفنا كيف نتركه. فسورة البقرة شلحتنا إياته، إحنا قرأنا هوية شلحتنا، فهمت شو بتعمل سورة البقرة. والاستغفار فيه وعود، إذا غفر الله لك فهو مفتاح كل باب أغلق عليك من أرزاق وأموال وعلم وفهم بإذن الله تعالى، وهو مفتاح لسورة البقرة. نعم، الله لا يعطيك وأنت مذنب، إنما يتقبل الله من المتقين. واتقوا الله ويعلمكم الله، الله لا يعلم إنسان غرقان في الإباحيات.
وفي ذنوبه يتقلب ويظن إنه على خير. نعم الشيخ هذا الشيخ عبد الستار الشامي، لسه بنحط الرابط تبعه نسمعه، حلقة من العيار الثقيل، قصص جروب المستغفرين والمستغفرات وتوجيهات لابد منها وتعاون مع الأستاذ محمد إحجازي. نعم، ونحن إن شاء الله نتعاون مع كل المنابر إن شاء الله، ومع الشيخ عبد الستار الشامي. الاستثنائية اللي فيها قصص إن شاء الله تبارك وتعالى وفضفضة من القلب، وعاوز أول ما أبدأ به بإذن الله تبارك وتعالى أن أنا أقول من بركات الاستغفار علي والحمد لله رب العالمين أن في تعاون دلوقتي بيني وبين الأستاذ محمد حجازي، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه يا رب العالمين ويؤتيه من فضله ويعينه ويعينه على مهمته، اللهم آمين. أنا يمكن كنت فهمت غلط أن هو يوجه الناس إلى ترك القرآن وإلى التزام سورة البقرة دائما ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لما بدأت أسمع يعني بعض الفيديوهات للشيخ وبدأت يعني أتواصل معه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره، وجدت أن هو بيرشد إلى سورة البقرة 4 مرات وإلى 30,000 استغفار سورة البقرة 4 مرات كحالة استثنائية لمرض الأمة. إنسان عنده مشاكل، إنسان غارق في الإباحيات والعياذ بالله، إنسان مسحور، إنسان يعني بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، إنسان آكل ربا، إنسان عنده مشاكل، عنده تعطيل، فهو بيوجه لقراءة سورة البقرة في هذه المدة 4 مرات مع 30,000 استغفار، ثم بيرجع بعد كده سبحان الله العظيم بيرشد على 30,000 استغفار مع مرة واحدة سورة البقرة مع ما تريد من القرآن الكريم، وهو نفسه سبحان الله العظيم في غير ما يعني فيديو سمعته يقول إن هو قرأ سورة البقرة وسورة طه وسورة كذا وسورة كذا مع 12,000 أو 20,000 استغفار أو 30,000 استغفار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه يا رب العالمين. ففي تعاون كامل إن شاء الله تبارك وتعالى بيني وبين الأستاذ محمد حجازي وعم عدنان حامشلي وكل الإخوة والأخوات الذين يتكلمون على الاستغفار وعن ذكر الله تبارك وتعالى وعن بركات هذه العبادة العظيمة بإذن الله عز وجل. طيب هذا فيديو فقط توجيهي يعني إن شاء الله. نقول نعم أخونا الشيخ عبد الستار الشامي هو بدأ يعني يتكلم كما نتكلم، إحنا بدنا أمة تحيا. أنا لا أريد أن أعدد الآن أوراد، أنا أريد أن أعرف الله، عشان أعرف الله بدي أزيل الذنوب، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يعني إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا أن نزيل هذه الذنوب ونعظم الله ونخاف الله. أنت لما بتصلي وبتصوم وبتحج وبتعمل كل هاي أنت وكأنك تمن على الله، لكن لما أنت بتستغفر معناها أنت عامل ذنب، معناها أنت مش ممكن أنك تعمل كمان ذنب، أنت ستتوقف. نعم إخوتي الكرام، يعني هناك كان في لربما بعض المشايخ سمعوني بتكلم فقط 4 مرات سورة البقرة أو 30,000، لا يا أخي، لا، الموضوع بأربع مرات سورة البقرة هو يعني فترة زمنية محددة، وأنا لطالما قلت ما حددتها من باب تحديد الأوراد ولا 30,000 من باب تحديد الأوراد، وما جمعت أنا ما جمعت 30,000 استغفار مع 4 مرات سورة البقرة ولا مرة. أنا لما استغفرت 30,000 استغفار كنت أقرأ سورة البقرة مرة، ولما قرأت 4 مرات سورة البقرة ما كانش معي استغفار شيلي ولا استغفار. لكن لما عملت 5 مرات سورة البقرة، هي 10 أيام كانت يعني هيك تجربة، كان معي استغفار كثير يعني فوقي ال 12 13 14,000 15,000 مش متذكر، إلا ربما كنت أوصل 30,000 لربما، مش متذكر، هي 10 أيام كانت. فأنا ما جمعت، ما كثرت صحيح ال4 مرات، فوجدتها أنها تغير في كل سلوكياتي، تنظم لي أولوياتي سورة البقرة. فالموضوع ليس إني أعدد أوراد وأجمع حسنات وبالآخر أنا في ذيل الأمم، مش مهتدي، مديون، مهموم، مكروب، مش ملاقي حل في ديني، والحل في الإسلام، وأين هو الحل؟ مش واجدين حل، كل الأمم بتلطش فينا، يلا هذا بلطش فينا من هون وهذا بلطش فينا من هون بهاي الأمم، ونحن لا نهتدي سبيلا وننتظر حتى يرفع الله عنا يعني وكأن الله سيمد. لا يا أخي، إحنا ننتظر وكأن الله سيبعث لنا من يسومنا سوء العذاب،
لانه احنا بعدنا كثير، فسورة البقرة بتقربك كثير وبترجعك الى الفطرة السليمة. ايش يعني فطرة سليمة؟ بتحب اللي قلك عنه الله، كل اللي قلك عنه الله بتحبه وبتحب تنفده، ما بتنفر منه، مش صعب على النفس، هين. انا كنت اقرأ 10 ساعات في كتاب الله، اجلس كل اليوم كل الليل، حتى والله يعني بدأ المصحف يتلألأ بأنوار، والله بالأخص سورة البقرة، بالأخص سورة البقرة، وكان الله يريدني أن أركز على سورة البقرة حتى أقطف ثمار سورة البقرة. والحمد لله رب العالمين، إحنا بالماضي كنا نعدد ولا نعرف، اليوم إحنا نطبق الأحاديث. اقرأوا البقرة، بنقرأ البقرة ونكثر ونكثر ونكثر. ليش؟ أنا يا جماعة في الماضي كنت أعيش مع سورة ياسين، كنت أعيش مرة واحدة في اليوم، لكني ما قطفت من ثمارها ولا شيء. مش سورة ياسين لما قرأت له ما قطفتش، وعشت سورة الواقع مرة واحدة مدة سنين ما قطفت ثمارها. الظاهر إنك أنت لازم تردد وتعدد وتكثر، هكذا مفهوم. فالله أذن لنا أن تكون لنا خارطة الطريق في قراءة سورة البقرة عشان تأخذ ثمرة. عندنا أختنا أم رفيدة، هي تقرأ سورة البقرة منذ 18 سنة مرة واحدة يوميا، تختمها يوميا، المشرفة العامة للجروبات اللي عندنا. لكنها عندما أخذت 4 مرات سورة البقرة تغير كلامها، والله الكلام يعني وزن الكلام تغير معها، أمور تغيرت معها وكأنها ولدت من جديد. فسورة البقرة اقبل يا أخي، جرب عيش، اقبل اقبل. وكأنه جاء رجل من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. احنا ما ابتدعنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق قراءة سورة البقرة، ما قيدها، وقال من لزم الاستغفار، ما قيده، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا إلا بيستغفر أكثر من 70 مرة هو في النار، ما قال هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من لزم الاستغفار. فيعني هل ممكن أن يلزم الاستغفار وينطبق عليه كلمة لزم 70 مرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يستغفر، وكان مأثور عنه أكثر ما يردده الاستغفار. نعم، كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة، فهو مجالسه كثيرة. معلش إحنا بدنا نرجع، بقول للمشايخ الموضوع مش موضوع أني أنا بدي فقط، عندنا حفظ الكتاب الله ضاعوا، لكن عندما لزموا الاستغفار وأخذوا سورة البقرة استقام أمرهم وعادوا لحفظ الكتاب، صار عندهم حفظ مع فهم مع قرب مع, 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 مع معرفة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بهذا الحفظ حتى أحبه، لكنه كان ساقط بهذه الجزئية، هذه الجزئية التي سقطت فيها الأمة، التي هي من اختصاص سورة البقرة، لا نستطيع أن نتجاوزها بدون سورة البقرة. أيها من عدى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. فرائض هي مش فقط الصلاة والصيام والحج والزكاة، لا، تنتهي عن الربا، عن الإباحيات، عن التدخين، عن الغيبة، عن النميمة، عن عقوق الوالدين، عن السب والشتم وتضييع الوقت وهكذا. هذا كلياته تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر بحقيقة تعيشها، هذا كلياته هي من الفرائض، الفرائض والنواهي. فنحن هنا سقطنا، لكن احنا أتينا بالنوافل، نعم نقرأ القرآن ونقوم الليل ونصوم 2 وخميس، هذا هي نوافل، لكنك انت سقطت بالفرائض. لما سقطت بالفرائض ما فيش عندك ثمار لهذا الحديث، ما عندك ثمار، فبتلاقيك بتقوم الليل ما فيش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اعمل كذا ما فيش، ما لم تجد ولم تجد ولم تجد. ليش؟ لانك ظننت انك انت تستطيع ان تستمر في التقرب الى الله وانت الغيب والنميمي مستمر معك، والقرض الربوي مستمر معك، وباخر الليل في ذنوب خلوات ومستمر في اللي انت فيه، وتظن ان يلا سيد الاستغفار او ركعتين سيجزئ عن هذا الذي انت. لا 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 لا، الا من اتى الله بقلب سليم، انما يتقبل الله من المتقين. طبعا لا استطيع، سورة البقرة تستطيع، هذا اللي أبين لك إياه. عشان تستطيع لازم تهدم الساتر الذي بينك وبين الله، أنت تدعو يصطدم بالساتر ويرجع إليك دعائك ولا يستجيب الله لك، ما تستجاب الله لك، يا رب يا رب يا رب. فيش رمضان
لك دعوة مستجابة في كل ليلة في رمضان ولا يستجيب الله لك. ليلة القدر يقدر الله لك أسوأ ممن اللي كان. ليه؟ لأن الذنوب ما تركتها. طبعا لا أستطيع أتركها. سورة البقرة تشلح كياها. هذا اللي بيّن لك إياه لسورة البقرة أفعال. قرص دواء، هذا قرص دواء بلعته نظم لك الضغط الدم مثلا. وهي سورة البقرة تنظمك على الفطرة السليمة عشان يكون عبد برآة لدين الله. فبعد ذلك تقرأ القرآن وتفعل ما تشاء. التوحيد علم الرسول عليه السلام أصحاب التوحيد، هذا هو التوحيد، أن تتوكل على الله سورة البقرة، أن تفهم مفهوم الرزق سورة البقرة. أنا مش فاهم مفهوم الرزق، الله كتب رزقي وأنا عيني أفتح 10 محلات ولا محل واحد يكفيني؟ الله سيسوقك إلى ما هو خير. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة. كفي هاي الكلمة حسرة. لو رسول الله قال يا اللي بخذ سورة البقرة سيتحسر كل حياته، ماذا تفهم؟ ممنوع تترك، لا ممنوع تترك. فهي المرشد لك، نعم هي المرشد لك، هي عقلك المدبر سورة البقرة. هذا يا أما يدبره شيطان أو نفس أمارة بسوء، أو تدبره سورة البقرة من فضل الله. هذه أسرارها. إذا بدك تصدق صدق، بتكاش تصدق. فأنا أمد يدي لكل المشايخ وكل أصحاب المنابر وكل من عنده قناة، لكن لا يخلط لنا علوم الطاقة باستغفارنا، ولا يأتي بكلام من هنا وهناك يعني استغفر واستحضر ذنب واستلا تستحضر. لما استحضرتش لا ذنب ولا استحضرت قلب ولا عملت ولا شيء، فقط لزمت الاستغفار، لكن تركت الذنوب أقبلت على الله صلاتي في وقتها ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وتركت كل هذه الذنوب اللي هي من الفرائض وأقبلت على الله في عبادات حتى فتح الله علي وبدأت أعرف الله وبدأ الله يستجيب وتيسرت أموري كلها وقضي عني دين سنين وأنا حامله مش قادر أخلص منه، علما أني بعت عقار بأكثر من 100,000 دولار ما انقضاش الدين. ليش؟ لأنك تحت العقاب لا يقضى شيء إلا حتى تتوب. فإخوتي الكرام ومشايخنا، الموضوع مش أني أنا فقط بدي أقرأ سورة البقرة وفقط أستغفر، لكن المبتدئ اليوم اللي جاي معي وجي تعلم، أنا بقول نعم الآن استغفر، استغفر ذنوب، ذنوب جبال من الذنوب، الآن استغفر وقرأ ما تيسر من القرآن، لكن حقق الاستغفار. كما وجدنا واحد بيقول لي ليش 30,000 مش 20؟ هي قصة سمعتها عند عبد الرحمن الحيان بال 2015، وهي قصة الإمام أحمد مع الخباز، ما كنتش أعرف كم العدد، فجاءت القصتين مع بعض فطبقتها 30,000 استغفار بصيغة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا بدون صوت لسان وشفتين، وقطفت كل الثمار بترتيب الذي في سورة نوح، وقضى الله عني ديون، وجاءت القصص من مشارق الأرض ومغاربها، 10,000 القصص عن الاستغفار. بأي أبواب دخل الاستغفار؟ في الأمراض، في الأرزاق، في الزواج، في الطلاق، في الزلازل، في 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 حروب، دخل كل شيء. ما كان الله يعذب المستغفرين وما كان الله يعذب المستغفرون. فوجدنا بركة الاستغفار، الله لا يعذب مستغفر الأمة تحت العذاب. عشان ترفع هذه الآية تخص المستغفرين فقط 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 تخص المستغفرين، فالأمة تحت العذاب. نستغفر عشان الله يرفع عنا العذاب بكف ذل، بكف تسليط الأمم علينا. فإذا رفع الله عنا العذاب تغير حالنا. وهذا الذي أمد يدي للمشايخ الآن، زمن الاستغفار. على زمن فرعون كانت في سحر، فكان زمن السحر. الآن إحنا زنب زمن هذه الذنوب، وعلينا أن نتوب. كثرة الذنوب ما تركت كل باب في ذنوب، كم نظرت سمعت تكلمت كلها ذنوب، علينا أن نلزم الاستغفار. فهذا زمن الاستغفار عشان الله يحقق لنا التمكين الذي وعد كما فعل لبني إسرائيل، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة في سورة الإسراء، ونحن قال لنا في سورة نوح ويمددكم بأموال وبنين، يا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا هو التمكين بالاستغفار. وسورة البقرة هي الضامن، الضامن والضابط لتصرفاتك ولأخلاقك، وهي التقوى، وهي حسن التوكل على الله والقرب من الله. وبعدين أبحر، بعدين بعد ما تستقيم أمرك أخرج للناس، نعم احفظ كتاب الله، اقرأ كل كتاب الله، ليش لا صلي على رسول الله. لكن الآن إسا هاي الفترة وكأنها فترة تدريب، كما درب الرسول عليه السلام أصحابه التوحيد في هاي فترة تنقية وتنظيف لكل الخزعبلات اللي أنت مفكرها صحيحة. لأنه اتقوا الله بسورة البقرة هي التي ستجعلك تقي،
افهم مليح، انت بتقرأ وهي تجعلك تقي بفضل الله، واتقوا الله ويعلمك الله، الله سيقذف في قلبك او من هنا وهناك انه هذا الحق وهذا الباطل، وهذه القصص التي تأتي من كل باب انك انت على حق. فأمد يدي لكل أصحاب المنابر، كل المشايخ، كل العلماء الأمة، علينا أن نستغفر حتى يرفع الله عنا ما نحن فيه. والله جل والرسول السلام يقول لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا، ولن تعود مروجا وأنهارا إلا بالاستغفار. فاستغفر ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فخلينا، لأنه الآخرة هي للمسلمين، نعم بالآخر الأمة الإسلامية ستحكم. خلينا نعجل بالأمر. الله يبارك فيك ويرضى عليك. وكمان مرة الذي التبس عليه أمر إن لا نقرأ القرآن، لا، نحن نقرأ القرآن ونصلي على رسول الله، ولكن الآن كيف اللي بتعلم اليوم هو عنده تخصص جراحي مثلا، عمال عنده طب عظام، ولكن بعدين سيكون طبيب عام وعنده عظام وهكذا. انت بتتخصص اليوم عشان انك انت تنقي نفسك من هذه الشهوات وهذه الزلات واولوياتك التي تظن وتنقلك سورة البقرة، من كان همه الدنيا من هذا هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، الى من كان همه الآخرة جعل الله بينه في صدره واتته الدنيا وهي راغمة. هذه سورة البقرة التي غابت عن الجميع، وهذه هي واتقوا الله يعلمكم الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله الذي سيسوقك إلى الشيء الذي خلقك لأجله. كل يسر لما خلق له. أنت بتوه تبرم 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 لأنك مش مهتدي، فلما بتيجي سورة البقرة في حياتك ستنظم حياتك ويأخذك الله مباشرة إلى الشيء الذي خلقك لأجله. كنت داعية داعية، طبيب طبيب، عالم عالم، دهان دهان، خلص الأمر الذي خلقك لأجله ستهتدي وتروق نفسك وترضى بما قسم الله لك. نعم، فهذه سورة البقرة التي كمان مرة، يعني قلت لك أنا 4 مرات لربما شهر ونص قرأتها، 3 مرات شهر ونص كمان تقريبا، سنة ونص مرتين، وبعدين مرة واحدة من 28/9/2019 إلى يومنا هذا لربما أنا قرأتها تقريبا 2500 مرة إلى يومنا هذا. قرأ القرآن وبحر مع كتاب الله، بعد ما تتخصص إن شاء الله وتخلص 4 مرات بتبلش تزيد بالاستغفار. لا تجمع 30,000 استغفار، لكن 4 مرات مع سورة البقرة مع استغفار، حاول ان تجعل اقل استغفارك هو 12,000 كما كان لأبي هريرة. لا تنزل عن هذا السقف، فيه بركة عجيبة. بينا هذه القناة فيها 1400 حلقة، 1000 عن الاستغفار، وفي هناك الدروس مخلوطة تقريبا 500 او 600 درس عن سورة البقرة، في دروس مشبوكة ببعض. فابحر، هناك فهرس للقناة والعناوين تدل على محتوى الدرس، ف الفهرس سيكون في صندوق الوصف. بدي أعتذر للإخوة على الفيسبوك، أنا عمال أنزل حلقات على الفيسبوك مش عمال تنزل، الفيسبوك مش عمال ينزلها، مش عارف ليش، صلي 4 حلقات بنزلهن ومش عمالها تنزلوا. نعم اليوم 21، اليوم 21/11 مش عمال ينزل الحلقات اللي على 21/11/2024، 4 حلقات التي مضت أنا عمال أنزلهن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بس مش عمال تنزل على الفيسبوك، مش عارف ليه، بدي أعالج الأمر، أعتذر. لكن ممكن تدخلوا على قناة اليوتيوب وتتفقدوا هذا الأمر. الله يبارك فيكم كمان مرة، نسأل الله يعني ادعموا قناة الأخ عبد الستار شامي وعدنا الحميلشي وعدنا الأخ محمد إبراهيم السوداني، وهناك في إخوة كمان أنا نزلتهن، والأخت أم رفيدة وقنوات الإنجليزي معنا وقناة أختنا شيماء وقناة بنتها، وفي قنوات كثيرة وفي قنوات تقتبس من كلامي ووجهت كلامي للذين يقتبسون الكلام من كلامي، لا تخلطوا كلامي المشايخ مع بعض. ليش؟ لأنه كل واحد بده يحكي شكل فبتوه المتابع، انتهى المتابع لم يجد من ثماره شيء. فبرجاء بدك تقتبس من قناتي لك كل شيء، لكن لا تأخذ من كلام آخرين، يعني من قنوات، يعني قنوات التي استحضر قلب استحضر ذنب وثبت ولم يثبت،
كل شيء ثابت إن شاء الله. الاستغفار مطلق وقراءة سورة البقرة مطلقة أطلقهم رسول الله. فنحن نكثر من باب الإكثار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ندعم ونمد يدنا للشيخ عبد الستار الشامي وكل الإخوة وكل أصحاب المنابر أن تكون هدفنا أن تنهض الأمة. واجعل هدفك ونيتك نهوض الأمة وإحياء الأمة، وتبين للأمة إنكم تذنبون بالليل والنهار والله يعاقب هذه الأمة. لا تقول لهم إنكم في البلاء، اصبروا اصبروا، سيد الاستغفار يمحى لكم كل ذنوبكم. لا 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 لا، هذا هو بيت القصيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.